عسلامة البنات، اهلا وسهلا فيكم. اليوم باش نوريكم دي بون بلان منتوجات دو كاليتي ورخاص برشا نشريهم من اكسيون. دونك حبيت نوريكم المنتوجات اللي نستعمل فيها واللي ما نستغناش عليها ابدا. اول حاجه هو الفازلين. بون الفازلين نلقاوها في كل بلاصه، ولكن حذاري منكم تشريو ديما لوريجينال. هذايا من اكسيون رخيص، ما فماش ارخص. معناتها ظهر المنتوجات الكل رخيصه برشا عند اكسيون، لكن الفازلين هذايا نستعملوه في الترتيب في وصفات منزليه، ديكو ما نستغناش عليه وديما نشريه من اكسيون. حاجة ثانية اللي ديما نشريها من اكسيون وبخاتيك على الاخر هو الريموفر بادس. هذوما اللي نحيو الفيرني نحطهم ديما في الساكاما، كل ما نحتاج اني نحي الفيرني متاعي بخاتيك على الاخر عمليين صغار ويتحطوا حتى معناتها في الفواياج والحكايات هذيك، ننصحكم بيهم على الاخر. من الالوفيرا وفيها الفيتامين او اللي يغذي الاظافر واللي يعطي ترتيب عميق للاظافر. بالنسبة للمسكارا متاع اكسيون كنت وريتهم لكم، والايلاينر زادا يجوا مع بعضهم في الفيديو السابق، قلت لكم باش نجربهم ونقولكم عليهم. بون الايلاينر عجبني على الاخر، اللاينر متاعو او الخط متاعو معناتها تحديده يكون سهل، واللون اسود غامق ما يتنحاش بسرعة. بالنسبة للمسكارا خفيف برشا معناتها متاع استعمال، معناتها كلكم ماكمش حاطين مسكارا متاع نهار حد متاع خارجة معناتها معناتها المجازان ولا حاجة كيما هكا، خفيف برشا ولكن باهي كاليتي متاعو باهية برشا، واللون متاعو غامق ومعناتها دو كاليتي. الباكاجين ياسر ياسر حلو زادة. دونك فوالا يجو مع بعضهم كيما هكا، ان شاء الله تلقاو منهم واشروهم وجربوهم كما عجبوكم. بالنسبة للألويفيرا، الألويفيرا عندهم انا نستعملو للجسم للشعر للبشرة لكل حاجة، للترتيب في برشا حاجات، عنده برشا استعمالات. هذايا العبوة متاعو فيها 300 مليلتر، دونك العبوة كبيرة برشا، تزيكم بيريود كبيرة. الألويفيرا هذايا 92% والغاست هي مواد حافظة للمنتج، ولكن ما فيهوش البارابين ما فيهوش الالكول، دونك صحي جدا وننصحكم باستعماله. ان شاء الله تلقاو منه، خاطر ديما كل ما يجيبوه معناتها ما يبقاش منه برشا. هذوما زاد دي لانجيت كنت وريتهم لكم وما نستغناش عليهم، ما نستعملهمش ديما ولكن في لي فواياج، والا كي نبدا مزروبه معناتها نحب نحي المكياج عمليين على الاخر بالفحم من الشاربون، صالح لكل انواع البشره، فيه 30 وفي معناتها كما قلت الشاربون اللي حتى يساعد في تنظيف البشره بعمق، وننصحكم بهم على الاخر. بالنسبة لزيت الخروع ولا الكاستر اويل ولا الويل دو غوسا، هذايا زيت نشريه ديما من اكسيون رخيص، ميم با 3 اورو، اقل برشا ظهر لي. 100% ناتوريل، جودته عالية وسومه رخيص برشا، وفيه 150 مليلتر معناتها كبير برشا، نستعمله للرموش للشعر معناتها في وصفات الشعر في الترتيب زادة به برشا وبرشا حاجات معناتها عنده برشا منافع. زيت الخروع ننصحكم بيه على الاخر وموجود في اكسيون. بالنسبة للمكياج كنت شريت الباليت هذية بخاتيك على الاخر في الفواياج، وإلا معناتها تحبوا تستعملوا الوان موجوده في باليت واحده. الباليت هذيا كيما باليت تو فيست، كيما تشوفوا الالوان فيها ترابيه وفيها البايتي وفيها النيود، تجيبوا معاها زيدا بانسو فرشه معناتها باش تستعملوه، ولكن انا للاسف ضاعت لي نعشوين. الحاجه الوحيده اللي كنت معناتها نحب انه يكون في المرايه او الميغوار لهنا باش يكون بخاتيك اكثر، ولكن الجوده نتاعو باهيه ورخيصه على الاخر. دونك ولا حتى الباكاجين سامبا معناتها باهي برشا.
قبل ما نكمل الفيديو حبيت نوريكم الشامبوان اللي نستعمل فيه حاليا، هو من السيف لوريال والابخي شامبوان الغني بزيت الاملاء اللي يعطي ترطيب عميق للشعر، خاصة لو كان شعركم متقصف او جاف ننصحكم بيه على الاخر. دونك هذوما الزوز شريتهم اقل من 5 اورو، اللي حاجة المستحيل اني نلقاوه في اوشان الا في مجازان اخرى بالسوم هذايا، ديما نشريه من اكسي وما نستغناش عليهم. فوالا هذوما لي بون بلان اللي حبيت نوريكم من اكسيون، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا بألف خير وبسلامة.